السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة وفي أحداث جديدة. قصتنا اليوم قصة بوليسية، بزاف ديال الناس من مختلف الدول هضروا عليها وحتى أنا بغيت نهضر عليها بطريقتي. أشنو وقع في ستاربوكس؟ الجريمة اللي حيرت الشرطة. كنا كنعرفوا أن ستاربوكس واحد المكان اللي كيمشيو ليه الناس باش كيدوزوا الوقت، كيشربوا فيه القهوة وكيجمعوا مع الأصدقاء وكيدوزوا فيه بعض الأعمال، لكن للأسف هادشي ما كانش متوقعه حتى واحد، أن يرتبط اسم ستاربوكس بأكبر جريمة بشعة وقعت في أمريكا في شهر يوليوز 1997. في عيد استقلال كان الشعب الأمريكي كيحتفل بهاد المناسبة، وكان يوم سعيد مر بسلام إلا سكان حي جورج تاون. هاد الحي كان كيتعرف بأنه أكثر حي آمن في ذاك الوقت، لكن في هاد الليلة بالضبط للأسف ما غاديش يكون هادئ. بتاريخ 7 يوليوز 1997 مع 11 الليل دازت واحد الموظفة كتخدم في ستاربوكس في فترة الصباحية، وتفاجأت باللي الضوء مازال شاعل في ستاربوكس. وعلاش تفاجأت؟ لأن هاد الوقت بالضبط كيكون المحل ساد وكيكونوا طافي الأضواء، كيساليو مع 8 ديال العشية. هاد الموظفة وقفت سيارتها ونزلت، وكان الباب ديال الكافي مسدود بالساروت. فتحت الباب ودخلت ولاحظت أن المكان نقي والراديو مازال خدام. بدات كتعيط على الزملاء ديالها باش تشوف واش كاين شي واحد ولا لا، ولكن حتى واحد ما جاوبها. تمشات مع الكولوار وإذا بها كتلقى جثة ديال أحد الموظفات اللي خدامين تما. والأمر ما توقفش هنايا، بقات غادة مع الكولوار إذا بها كتلقى جوج جثث من غير الجثة الأولى، حتى هما ديال موظفين خدامين في ستاربوكس، ولقاتهم في غرفة التخزين. وهنا تأكد الموظفة أن هذه جريمة قتل. خرجت كتجري من ستاربوكس خايفة ومذعورة. أول ما تلاقات به هو الطوبيس، وقفته وعودت للشيفور كل شيء، والشيفور اتصل بالبوليس. وهنا كتعتبر أول جريمة ثلاثية كتوقع في هذا الحي بالتحديد. نتعرفوا شوية على ضحايا جريمة ستاربوكس الثلاثة. كيتي ماهوني وعمرها 25 سنة، كانت هي المديرة ديال القهوة في الفترة الليلية، كانت ظريفة وكتبغي الموظفين. الشرطة لقات قائمة ديال المهام كانت كاتباها، ومن ضمن هاد المهام هي تعتذر للموظف. والأمر المحزن هو من اللي تسالي حياة ديال شخص بهاد الطيبة بخمسة ديال الطلقات في جسمها. أما الضحية الثانية فهو إيموري إيفان، كان حتى هو عمره 25 سنة، خدام بدوام جزئي باش يغطي التكاليف ديال الدراسة الجامعية ديالو ويساعد الأهل ديالو. مات إيموري بثلاثة طلقات نارية. أما الضحية الثالثة فهو إيرين جودريش، عمره 18 عام، كان كيعيش مع الوالد ديالو، والوالد ديالو كان بمثابة صديق له وكيعاونو في الحصول على الوظيفة، وكان كيخدم باش يوفر المال، وتوفي بطلقة واحدة في الصدر. ثلاثة الأبرياء مشاو ضحية في هاد الليلة. قامت الشرطة بفحص المكان مزيان، واكتشفت أن الطلقات النارية جاية من مسدسين ومشي مسدس واحد، وكاين آثار ديال الرصاص في السقف وآثار ديال الأقدام ماشي ديال الموظفين. الواضح أن هذه عملية سطو مسلح، ولكن للأسف الشرطة كتلقى دليل، ومن الغريب أن الخزنة باقية كما هي وما تسرقت منها حتى حاجة. هاد الشي حير الشرطة بزاف. إذا شنو الهدف يتقتلوا ثلاثة ديال الأشخاص بلا ما يتسرقوا؟ السكان اللي قرابين من المنطقة قالوا أنهم ما سمعوا حتى شي طلقات نارية، رغم أن المكان هادئ جدا. في الأغلب غادي يكون القاتل دار حساب هاد الشي واستخدم كتم الصوت. واحد من الشهود قال باللي داز من حدا القهوة مع 9:15 وشاف الموظفين كيقوموا بعملية تنظيف وكمل طريقه. وهنا كنستنتجوا أن هاد اللحظة هي اللحظة الأخيرة اللي غادي تشافوا فيها الموظفين وهما أحياء. وأقر أحد الشهود أنه مع 9:30 شاف المكان مظلم والقهوة مسدودة، وما شاف حتى شي موظف في هذاك الوقت، وهذا كيدل على أن الجريمة وقعت ما بين 9:15 و9:30 ديال الليل. ما كاين لا بصمات ولا سرقة ولا كاميرات المراقبة.
اضطرت الشرطة هنا باش تستعين بمركز الـ FBI. وأول ما داروا مركز الـ FBI هو استدعاء الموظفة اللي شاهدت الجريمة، حقوا معاها وقالت لهم واحد الموظف سابق هو اللي مورا الموضوع. استغربوا الشرطة، شكون هو هاد الموظف السابق؟ قالت لهم قبل أسابيع كان خدام هنا واحد الموظف وكان مسؤول على الخزنة، ولكن لاحظت كيتي اللي هي أحد ضحايا أن أخلاقه سيئة مع الموظفين الزملاء ديالو وأنه كيتناول ممنوعات، وقام بالسرقة ديال المبلغ من الخزنة حيث هو اللي كان مسؤول عليها. واجهته كيتي بهادشي وجرات عليه من الخدمة، وقعت بيناتهم مشادات كلامية. وهنا البوليس ربطوا الأحداث مع بعضهم، حين كيتي هي أكثر ضحية تعرضت لإطلاق النار، وملي تقتلت كانوا في يديها سوارت ديال الخزنة، وملي سالت الجريمة كانوا البيبان ديال القهوة مسدودين. فربطت الشرطة أن القاتل كيعرف أوقات الدوام، عرف إمتى كتبدأ الخدمة وإمتى كتسالي، لذلك وضعوا أصابع الاتهام على الموظف السابق. في الصباح ديال اليوم التالي مشات الشرطة لبيت الموظف السابق وحقت معه، كان هادئ بزاف التحقيق وما نكرش بأنه سرق من الخزنة، ولكن رجع من بعد داكشي وتفاهم مع كيتي ووعدها باش يرجع المبلغ كامل، وقال بأن ما كاين حتى شي حقد بينه وبين كيتي وما هز في قلبه حتى شي حاجة من جهتها خيبة. هنا خداو الأقوال ديالو وخداو البصمة ديال صباطو باش يطابقوها مع البصمات ديال الصباط اللي تلقاو في مسرح الجريمة. أثناء تشريح ديال الجثث تعجبوا من بشاعة الجريمة، الأجساد ديال الضحايا كانت رصاصة واحدة كافية أنها تنهي حياتهم، لكن المجرم استمر في اطلاق النار على الأجساد ديالهم، ولكن ما كاين حتى شي آثار السرقة ديال الخزنة، لأن لو كانت جريمة سرقة كان المجرم غادي يقتحم الكافي وغادي يهجم على الموظفين وغادي يقتلهم وغادي يكمل السرقة ديالو، ولكن هادشي ما كاينش. هنا هادشي كيدل على أن المجرم دخل القهوة باش يقتل فقط. بعد مقارنة بصمة ديال الصباط الخاصة بالموظف السابق مع البصمة ديال الصباط ديال المجرم ما لقاو حتى شي تطابق بيناتهم، والشي الأهم أن الموظف السابق كانت عنده حجة قوية للغياب لأنه كان خارج المدينة في ذاك الوقت. انتشرت القضية على نطاق واسع في أمريكا، وتعاونت شركة ستاربكس مع الشرطة، دارت مكافأة مالية بقيمة 100,000 دولار لأي واحد غادي يعاونهم باش يلقاو القاتل ديال الموظفين ديالها. تعدات النظريات حول هذه القضية، واللي أصبح مؤكد أن اللي دار هذه الجريمة أو العصابة اللي قامت بهذه الجريمة هم مجرمين بحد ذاتهم، وهدفهم الأساسي هو القتل. خلينا نرجعوا لقائمة المهام اللي كتبت كيتي، حين كانت كاتبة فيها أنها باغا تعتذر لواحد الموظف. الشرطة قامت بالبحث على هذا الموظف وحقات معه، وتبين أن كيتي غوتت عليه بسبب عدم الالتزام ديالو بالزي الرسمي ديال الخدمة، وهذا الموظف كيقول أن كيتي كانت حساسة بزاف وهو ما تعصبش منها وكان بالنسبة ليه الموضوع عادي. وهذا الموظف كانت عنده حجة ديال الغياب قوية، حيث في الوقت اللي وقعت فيه الجريمة كان سهران مع أصدقائه والزملاء ديالو. بعد مرور شهرين ونص تلقات الشرطة مكالمة من شخص مجهول، كيقول هذا الشخص بأنه شاف جوج ديال الناس كيعتقد بأنهم هما القتالة اللي قتلوا موظفين ستاربكس، واحد منهم سميتو كارل وما ذكرش الاسم ديالو الأخير. وصفوا بأنه شاب سمر في منتصف العشرينات، طويل ورقيق وعنده سيارة زرقاء، كيعيش مع أمه ومراته وولده الصغير. هذا المتصل عطاهم وصف مقارب لبيت كارل، ووعدهم أنه غادي يعاود يتصل بهم مرة أخرى، ولكن هذا الشيء موقعش. بدأت الشرطة كتقلب على هذا الشخص اللي سميته كارل وعنده نفس المواصفات المطابقة اللي تم الذكر ديالها. هذا كان مشكل كبير قدام الشرطة، لأن سميت كارل كاينة بزاف وما يمكنش يلقاوه بهذه السهولة. بعد البحث والتحري لقاو شخص عنده نفس الاسم ونفس المواصفات وعنده سجل جنائي سابق، كان متورط بسرقة الكثير من المحلات التجارية وعنده إسباقيات بالسطو المسلح، وكان مشتبه فيه في جريمة قتل سابقة. أجي ونرجعو بالزمن شوية اللور العام 1989. في هذا العام كارل والصديق ديالو مونتي قاموا بالسرقة ديال المحلين تحت تهديد بالسلاح. ملي لقاو القبض على كارل الشرطة بقات كتقلب على مونتي الصديق ديالو،
ولكن المفاجأة كانت أن مونتي لقاوه مقتول. كان كارل هو المشتبه به الرئيسي، ولكن للأسف الشرطة ما لقات حتى شي دليل باش تبدل ذلك. بعد الشكوك هنا بدأت كتزاد حول كارل، وقررت الشرطة مراقبة كارل وتتبع خطوات ديالو وحركاته. صنطوا على المكالمات ديالو، لكن ما غاديش يقدروا يعرفوا شكون اللي اتصل به وبمن اتصل. استنتجت الشرطة أن كارل كان كيزور محل ديال الحلاقة، وكان كيجلس فيه بشكل يومي مع الحلاق، وواضح أنها كتجمعهم صداقة قوية. لذلك قررت الشرطة تقلب على هذا الشخص ومعرفة معلومات كتر عليه. وبالفعل بعد تحقيق تبين أن إيرل نيست شارك مع كارل جرائم كتيرة، ولفت انتباههم اسم بنت كتكرر في قاع السجلات ديال اتصالاتهم، ولكن كما قلنا ما كيقدروش يتصنطوا على المكالمة، لذلك قرروا يمشيوا للبيت ديالها. حقوا معها البوليس وسولوها على علاقتها بكارل وإيرل نيست، وهنا تبين أنها صديقة مونتي اللي تقتل. قالت أن كارل ومونتي وإيرل نيست كانوا ثلاثة بهم أصدقاء، ولغاية هاد اللحظة كتحاول تأخذ حق مونتي الصديق ديالها، وقالت للشرطة أنها متأكدة أن كارل هو المسؤول على القتل دياله. لذلك تقربت من إيرل نيست باش تعرف معلومات أكثر على كارل، وملي تلقى الدليل غادا تبلغ الشرطة. قالت ليهم أنها كتعرف الزوجة ديال كارل وسميتها ميليسيا، وهي كتساعده في الجرائم ديالو وكتشري ليه السلاح. هاد البنت كانت متعاونة بزاف مع الشرطة، وقالت ليهم على سميت واحد الشخص كيتاجر في الممنوعات، وكانت كتشك فيه أنه كيتعامل مع كارل، وهذا كان ثالث شخص كتوضعه الشرطة تحت المراقبة باش يشوفوا واش عنده شي يد مع كارل في هاد الشي. وهاد الأمر كياخد أسابيع وأيام وشهور، وكل هذا والشرطة ما كتملك حتى شي دليل على كارل. هما غير متبعين داكشي اللي قال ليهم اللي اتصل بيهم، وما كيعرفوش واش هاد كارل هو اللي دار جريمة ديال ستاربوكس ولا لا. بعد مرور سنة على الجريمة ديال ستاربوكس، عرف كارل أن الشرطة ديال اف بي اي كتراقبه، وحتى الشرطة عرفت أن كارل ولا عايق بيهم، ولا كيرد البال الحركات ديالو وعدد العلاقات ديالو مع الناس، ولا كيمشي لأماكن كتيرة باش ما يشتبهوش به الشرطة أكثر. ولا الامر معقد بزاف عند الاف بي اي. وفي هذيك الفتره كان محقق سميتو جوزيف كيحقق في جريمه قتل ضابط شرطه سميتو بروس، واثناء التحقيق وصل المتهمه وهي وحده سميتها مخبره، كانت متهمه بالسرقه وهذا هو سبب سجنها. ومن بعد التحقيق معها سمع معلومات صادمه، هاد المعلومات غنعرفوهم غدا ان شاء الله في الحلقه الاخيره من قصتنا. دمتم في رعايه الله وحفظه.